مساء الخير متابعينا على انفجارات في برنامجكم حديث النمسا. بعد مرور 240 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، تواصل النمسا والمغرب توطيد علاقاتهما العريقة على عدد من المستويات. وفي آخر المستجدات، وقع كل من فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي ونظيره المغربي رشيد الطالبي مذكرة تفاهم في الرباط لتبادل الخبرات البرلمانية والتنسيق بين الطرفين في المنتديات والهيئات الدولية. جاء هذا الاتفاق بعد سلسلة زيارات قام بها كبار المسؤولين النمساويين إلى الرباط، فقد زار المستشار النمساوي كارل نيهما المغرب في فبراير المنصرم برفقة عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال، والتقى برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وفي إعلان مشترك، اتفق الجانبين على إقامة حوار استراتيجي على كافة الأصعدة وتطوير سبل جديدة للتعاون. كما وقعت غرفة الاقتصاد النمساوي واتحاد المقاولات المغربية بروتوكول لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي. وعلى الصعيد الأمني، أوضح جيرهارد كارنا وزير الداخلية النمساوية أن البلدين اتفقا على العمل المنسق ضد مافيا تهريب البشر وترحيل اللاجئين المرفوضين على أراضيها. وسياسيا، أكد المستشار النمساوي دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية لحل مشكلة الصحراء الغربية المتنازع عليها. ويسعدنا أن ينضم إلينا اليوم في برنامج حديث النمسا سعادة سفير مملكة المغرب لدى فيينا عبد العزيز فرحان. سعادة السفير، أهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا لحضورك معنا النهاردة على النمسا انفجارات ميديا. ونحب أن نهنئ المملكة على 240 عاما على العلاقات الدبلوماسية المستمرة مع النمسا. شكرا جزيلا. بدوري أود أن أشكر القناة انفجارات على هذه الدعوة لتبيان وتوضيح كل ما جرى، سيما الزخم الجديد للعلاقات المغربية النمساوية. سعادة السفير، بداية ماذا تحدثنا عن هذه العلاقة التاريخية، خاصة أن البلدين بعيدين عن بعض آلاف الكيلومترات؟ فعلا أشكرك على هذا السؤال. العلاقات هي علاقات تاريخية ممتدة. كما تعلمون أن أول سفير وصل للنمسا كان وصل يوم بالضبط يوم 20 فبراير 1783، وقد قدم أوراق اعتماده للإمبراطور جوزيف كسفير فوق العادة لمولاي عبد الله محمد الثالث، السلطان محمد الثالث، كسفير للمملكة المغربية بالنمسا يوم 28 فبراير. هذا التاريخ هو جد مهم جدا، لأنه التاريخ الذي صادف زيارة المستشار النمساوي للمملكة المغربية. تاريخ 28 فبراير هو تاريخ تقديم أوراق اعتماد السفير محمد بن عبد الملك كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث أنذاك يوم 28 فبراير 1783، وهي تصادف الذكرى 200 أي قرنين وأربعين سنة من العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين المغرب والنمسا. سعادة السفير، ما هي أبرز المحطات برأيكم التي ميزت العلاقات الدبلوماسية؟ هناك جد محطات جد مهمة. أولا، المحطة الأولى هي بالضبط كما قلت سابقا، هو وصول السفير وتقديم أوراق اعتماده، وتوفق خلال شهرين يوم بالضبط يوم 17 أبريل 1783 إلى إبرام معاهدة جد مهمة، حول معاهدة حول السلام والصداقة والتجارة وحرية التجارة. هذا الاتفاق هو موجود حاليا في داخل الأرشيف النمساوي، واتفاق على يؤسس لعلاقة جد مهمة في هذه الميادين الثلاث، أيمن التجارة والسلم والصداقة، وهو اتفاق على غرار الاتفاقية الدولية. وتم تجديد هذا الاتفاق في عهد السلطان مولاي سليمان 1805، والاتفاق ما زال ساري المفعول
منذ ذلك اليوم إلى 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 اليوم إلى إلى اليوم. وأقول بأن هذا الاتفاق يؤسس أسس وأسس لعلاقة متينة، لأنه تم تفعيله خلال القرنين رغم الحرب العالمية الثانية وبداية العلاقات مع بين المملكة المغربية والنمسا، حيث كان السفارة التي فتحتها النمسا بمفهوم السفارة بشكل جديد بحول اتفاقية فيينا 1963، تم حل السفارة وافتتاح سفارة نمساوية بالمملكة المغربية، وتم افتتاح سفارة المملكة المغربية بالنمسا. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية، منذ ذلك الحين تم إبرام أكثر من 23 اتفاقية إلى حد الآن، إلى آخر اتفاق اللي تم إبرامه خلال زيارة المستشار النمساوي يوم 27 بين الغرفة التجارية، كما ذكرت سابقا، بين الغرفة التجارية النمساوية والغرفة واتحاد المقاولات المغربية لتشجيع الاستثمار وتشجيع الاقتصاد وفرص الاستثمار بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا. سعادة السفير، شاهدنا في الأشهر الأخيرة حراقا استثنائيا دبلوماسيا بين البلدين. بعيدا عن الزيارات الرسمية، ماذا تحدثنا عن هذا الحراك سعادة السفير؟ هو العلاقات عرفت زخم جديد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. تقريبا فيه اتفاق كان على مجموعة من المستويات. المستوى الأول كان فيه اتفاق ما بين المجلس الأعلى للقضاء، أي رئيسة المحكمة العليا بالنمسا، خلال زيارة السنة الماضية مارس 29 مارس من السنة الماضية للمغرب، وتم إبرام اتفاق في ميدان العدل وفي الاجتهاد القضائي وكذلك التكوين المستمر للقضاة. هذا المرحلة الأولى. بعد هذه المرحلة كان في اتفاق على مستوى الأكاديمي الثقافي، كان اتفاق حول جامعة القاضي عياد بمراكش واتفاق جامعة فيينا كلية الحقوق لتبادل الخبرات وكذلك التجارب وتشجيع المنتديات الثقافية وكل ما يتعلق بالقضايا الثقافية. وكذلك كان فيه اتفاق حول حوار الثقافات والأديان ما بين النمسا ماي خلال ماي المنصرم ما بين النمسا والمغرب، للاستفادة من التجربة المغربية في تدبير الحقل الديني والشأن الديني. وكان فيه أكثر من هذا، كان اهتمام أكثر كما تعلمون أن المغرب استضاف الدورة التاسعة لمنتدى تحالف الحضارات اللي كانت استضافته في فيينا 2013، والمغرب استضافه السنة الماضية في 2022. وكان فيه طبعا احنا في بداية حوار جد مهم على المستوى الديني والتسامح وكذلك كل ما يتعلق بتحالف الحضارات. هذو كلهم محطات جد مهمة، قضائية على المستوى القضائي، على المستوى الثقافي، على المستوى الديني، وكذلك على مستوى حوارات متعلقة بالمجال القانوني والتعاون القنصلي. إذن زيارة المستشار المغرب أسست لكل هذه الحوارات المتعلقة القطاعية بمعنى ثقافي الديني الأكاديمي لتأسيسه خلال هذه الورقة أو البيان المشترك الذي تم اعتماده بعد زيارة السيد المستشار، الذي يتألف من 22 نقطة ممكن نتحدث عليها كورقة كخارطة طريق لإعطاء زخم وإعطاء للعلاقات التاريخية الممتدة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية. دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى سعادة السفير. في المرحلة التالية بدأ السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان المغربي بالمرحلة المتقدمة من هذه الزيارات. كيف ينظر المغرب بدور النمسا في معالجة القضايا الدولية خاصة الشائكة منها؟ فعلا كان فيه فضلا عن الاتفاقات أو المحطات اللي تكلمت عليها سابقا أو اتفاقات المستوى الثقافي والأكاديمي والديني والسياسي، كان فيه كذلك حوار تشريعي أو حوار برلماني
واللي تم تكريسه عن طريق زيارة السيد رئيس مجلس النواب السيد راشد طلبي العلمي اللي زار النمسا عشية تدشين البرلمان الجديد في حلته الجديدة. كان أول رئيس مجلس النواب ورئيس برلمان اللي زار النمسا وزار البرلمان قبل افتتاح ديالو في 10 يناير. وكانت هذه فرصة في إطار تحضير للاحتفال بالذكرى 240. إذن بالنسبة لدور النمسا، احنا نشوف النمسا بالحق والمغرب هما فاعلان طبعا، صداقة قديمة متجدرة في التاريخ، وكذلك عندهم دور في كل منطقة. المغرب عنده دور في أفريقيا والنمسا عندها دور كذلك في أوروبا، سيما في أوروبا الشرقية. المغرب والنمسا بيشاركوا في هيئات السلام الدولية، وطبعا دائما كان حوار، ولكن الحوار ما كانش مؤسس. والهدف من هذه الزيارة طبعا اللي قام بها السيد رئيس مجلس النواب هو تأسيس لحوار تشريعي، واللي هو كما تعلمون بعد زيارة السيد راشد طلبي العلمي في ديسمبر، راح في الأسبوع البارحة كان سيد رئيس المجلس الوطني النمساوي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم التي تعترف أول في ديباجتها في المادة الأولى بعمق العلاقات التاريخية وبدور المغرب والنمسا كدور كدول فاعلة في السلام، كدول طبعا تعمل على استتباب الأمن والسلام الدوليين. سعادة السفير، جاء في مذكرة التفاهم الموقعة قبل أيام بين رؤساء البرلمان في البلدين تنسيقا بين الهيئات البرلمانية والهيئات والمؤسسات الدولية. عمليا ماذا يعني هذا التنسيق؟ المغرب هو عضو في الاتحاد الدولي للبرلمان، النمسا هي عضو، هذا منصة للعمل سويا طبعا للتعريف بدور البرلمان. البرلمان هو عنده دور أساسي فضلا عن الدور التشريعي، وهو يعمل أساسا على بجانب الحكومات على استتباب الأمن والسلام والاستقرار في الدول. إذا كان في حوار مكثف لا في النمسا لا في فيينا ولا في الرباط حول مجموعة من المواضيع، حول التسامح الديني، حول الاستقرار، حول القضايا الدولية، كيف يمكن للنمسا وللمغرب يعملوا سويا وكأطراف كفاعلين سلام في المنتديات الدولية البرلمانية، مش المنتديات الدولية أو المنظمة الدولية اللي هي تدخل في إطار الدبلوماسية الرسمية، هذه الدبلوماسية الموازية، ولكن لها دور أساسي على غرار دور المنظمات الغير الحكومية، ولكن البرلمانات عندهم هذا الإطار اللي هو الإطار اتحاد دولي للبرلمانات. إذن هذا هو المجال اللي غيشتغلوا فيه على أساس. طبعا هناك فرق كما تعلمون داخل البرلمان، هناك فرق صداقة، كاين مجموعة صداقة مغربية نمساوية في داخل البرلمان المغربي، وفي مجموعة صداقة داخل البرلمان النمساوي، غتكون فرصة للتكامل للعمل سويا على في كل المواضيع التي تهم البلدين طبعا، وأهمها هو استتباب الأمن والاستقرار والسلام على المستوى الدولي. سعادة السفير، دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي كان قبل ذلك زيارة المستشار النمساوي كان نيهاما ووزير الداخلية جيرهارد كارنا، وقد أكدت هنا النمسا على فتح ملف إعادة اللاجئين المرفوضين، إضافة أيضا إلى ملف الطاقة المتجددة الذي تميزت به المغرب بشكل خاص. وبالمقابل شددت المغرب على ملف الصحراء الشائك، والذي تعمل المملكة على إيجاد شراكات دولية للوصول إلى حل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفن دوستورا. هل نرى هنا مقايدة من نوع ما حصلت في الزيارة الأخيرة؟ سعادة السفير؟ أبدا، بشكرك على هذا السؤال لتوضيح للمشاهدين. أولا، زيارة المستشار كانت هي كما قلت فرصة لتأسيس الحوار، حوارات التأسيس وتأكيده عن طريق ورقة تضم أكثر من 21 نقطة التي تفسر كيف يتعلم التعاون. بالنسبة لنقطة الحوار حول الهجرة، أولا أود أن أوضح اتفاقية جنيف ل 1951 تحدد ما هو مفهوم اللاجئ. اللاجئ هو المضطهد في بلده،
الأشخاص اللي موجودين في النمسا هم أشخاص غير قانونيين، والمغرب طبعا عنده دور ريادي في الهجرة، وهو يعمل جاهدا داخل الاتحاد الأفريقي أو خارج الاتحاد الأفريقي على مكافحة الهجرة السرية كما ذكرتم في قبل قليل. إذن الموضوع يتعلق حول التعاون القنصلي، التعاون القنصلي بين المملكة المغربية وقائم، ولكن تأسيسه من خلال هذه الورقة، تعاون قنصلي بين المغرب والنمسا لمكافحة كل التجار بالبشر، لأن هي مشكلة بتهم كل العالم، ولما كانش في تعاون، إذا ما فيش تعاون يصعب طبعا مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في البشر، وكذلك مكافحة الإرهاب. كل هذه العناصر تدخل في إطار الجريمة المنظمة ومواضيع جد أهلي. إذن بالنسبة لمكافحة الهجرة السرية، المغرب هذا ملتزم مع جميع الدول، مع جميع الأطراف، في أي مقايضة بالعكس. بالنسبة لموضوع الصحراء المغربية، فيه تطور دولي، فيه نسق جديد، فيه تطور دولي، هو فيه مسار أممي، مسار يحث كل الأطراف طبعا للتفاوض، سيما بعدما قدم المغرب المبادرة المغربية للتفاوض حول منطقة الصحراء المغربية، الحكم ذاتي اللي قدمه المغرب 2007، والذي مشهود له بالجدية والمصداقية. كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة تشيد بهذا الاقتراح المغربي. وهنا في تطور، مجموعة من الدول، دابا النمسا انضمت لمجموعة من الدول، من ألمانيا، من فرنسا، من إسبانيا، مجموعة سلوفاكيا، كلها اليوم تعتبر أن الحكم الذاتي أو الاقتراح الذي قدمه المغرب لحل هذا النزاع المفتحل حول الصحراء المغربية هو حل إيجابي، وطبعا مشهود له بالمصداقية، وكأساس لحل هذا طبعا عن طريق المفاوضات. هذا الاقتراح الذي قدمه المغرب ومفتوح للمفاوضات، لكن مع الأسف الأطراف الأخرى لا تريد أن تنخرط في المفاوضات. وهذا الاقتراح يأخذ تقريبا كل من التجارب الدولية حول موضوع الحكم الذاتي، كنموذج هنا اللي في النمسا، نموذج تيرول، ساوث اوف تيرول، تيرول جنوب تيرول، اللي هو نموذج ناجح لكحل لنزاعات اللي ذات طابع اقليمي. إذن هذا للتأكيد وللتوضيح، النمسا موقف ديالها واضح حول الموضوع، وأكدوا رئيس المجلس الوطني البارحة في تصريح بأن النمسا تؤيد هذا الاقتراح كحل أساسي، وكحل أساسي لهذا النزاع المفتعل. ونحن طبعا المجلس الأمن والأمم المتحدة كلها منخرطة في هذا التوجه، لكن الأطراف الأخرى كما تعلمون لا يريدون أن هذا الاقتراح، مازال متمسكين باقتراحات ليتم تجاوزها، والأمم المتحدة في هذا التوجه. والدول هناك، واليوم المغرب كما قال جلالة الملك نصره الله هو المنظار، علاقتنا مع الدول كلها الأجنبية من خلال موقفها، من خلال دعم دولي للاقتراح المغربي لحل هذا النزاع الشائك. سعادة السفير، بمناسبة آخر نقطة اتكلمت فيها وهي النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية، هل دعم النمسا الصحراء المغربية الصحراء المغربية أسفة، هل دعم النمسا لخطة الحكم الذاتي للصحراء المقترحة من قبل الرباط يفتح الباب أو يفتح باب جديد لحلحلة هذه الأزمة؟ طبعا نعتقد بأن النمسا عندها دور جد مهم في المنطقة في أوروبا الشرقية، ودولة هي دولة عاصمة القانون الدولي، كل اتفاقيات الدولية تم توقيعها في النمسا، في فيينا، اتفاقيات العلاقات الدبلوماسية، العلاقات القنصلية، اتفاق قانون معاهدات تم توقيعه في النمسا في 1969 في فيينا. دور النمسا يكون مما لا شك فيه غادي يكون مجموعة من الدول سوف تسير على شاكلة النمسا، وستدخل في إطار مجموعة الدول التي تؤيد الاقتراح المغربي، وهذا سوف يساعد لا محالة ولا شك فيه من حل هذا النزاع الإقليمي اللي هو مفتعل، ولازم يكون لازم، لأن أكثر دابا أكثر من 45 سنة، والأمم المتحدة طبعا منذ هي تعالج الملف، واليوم كاين توجه تقريبا خلال السنوات الأخيرة هذه العشرية، أكثر من عشريتين، توجه ديال الأمم المتحدة والمفاوضات طبعا بالإشارة بشكل صريح للاقتراح أو المقترح المغربي حول الحكم الذاتي
لمنطقة الصحراء المغربية. دعنا نتحدث في نقطة أخرى، إلى أي حد يؤثر توقيع السلام بين المغرب وإسرائيل على تعزيز دور المغرب دوليا سعادة السفير؟ المغرب دائما كانت عنده علاقات مع إسرائيل كما تعلمون، في جالية مهمة واستئناف العلاقات بين المغرب في 2020، وكان استئناف طبيعي ما بين العلاقات بين المغرب وإسرائيل. طبعا موقف المغرب موقف جد واضح، طبعا دولة فلسطين ودولة إسرائيل على أساس الموقف الأممي، والمغرب كما تعلمون جلالة الملك نصر الله يرأس لجنة القدس ويعمل جاهدا على طبعا على الحفاظ على المراسيم الثقافية لهذه المدينة، وفي مجهودات كبيرة ومعترف بها للعمل الذي تقوم به وكالة بيت القدس، بيت مال القدس لمساعدة المقدسيين، ودور جد مهم، والمغرب يعمل جاهدا على إرساء السلام، وكان دائما عنده دور كبير في كل المحطات اللي كعرفها النزاع ما بين النزاع العربي الإسرائيلي. من المعروف أن النمسا والمغرب لديهما مصالح اقتصادية وتجارية، ما هو مستقبل هذا التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة بعد توقيع بروتوكول اقتصادي بين غرفة الاقتصاد النمساوية واتحاد المقاولات المغربية سعادة السفير؟ مستقبل إن شاء الله ومستقبل واعد بعد هذا الاتفاق، وفيه أكثر من عدة اتفاقيات اقتصادية حول ضرائب وحول كل، وسوف يتيح للمستثمرين من المغرب أو من النمسا لأفاق جديدة للاستثمار ولتعزيز العلاقات الاقتصادية. وإن شاء الله في الشهور المقبلة غدا تكون بعثة تجارية جد مهمة من النمسا سوف تزور المغرب لاكتشاف كل السبل للعمل أو لتوطيد العلاقات الاقتصادية اللي هي فعلا كاين فيها لا ترقى إلى مستوى طموح الدولتين أي المغرب والنمسا، ولكن إن شاء الله هذه الزيارتين زيارة المستشار وزيارة رئيس مجلس النواب سوف تعطي نفس جديد للعلاقات الاقتصادية ما بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية. سعادة السفير، هل من الممكن أن تشهد النمسا زيارة من أو على مستوى الملك المغربي؟ ما نقدرش نجاوبك، ولكن العلاقات كما قلت لك هي المستقبل وواعد، وإن شاء الله تكون زيارات على مستوى عالي، لأن يعني في تبادل الزيارات، وفي الأيام في يونيو غادي يكون في زيارة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية العليا إن شاء الله للنمسا في إطار تبادل اتفاقات. وكان أود فعلا أن أقول أهم شيء هو أن فيه اليوم عندنا الفقرة الخامسة من الورقة الخارطة الطريق اللي تم اعتمادها بعد زيارة المستشار، يكون في حوار استراتيجي ما بين المملكة المغربية والمملكة والجمهورية النمساوية على مستوى وزراء الخارجية لتعزيز كل هذه الحوارات مترتبة على الحوار كحوار استراتيجي. وهذه الزيارة سوف إن شاء الله تكون مستمرة، والهدف منها هو تعزيز العلاقات وإعطاء نموذج لعلاقات ما بين دولة أوروبية في شرق أوروبا وبين المغرب كباب لأفريقيا كما تعلمون، وسوف تمهد وتعطي فرصة للمستثمرين النمساويين لولوج السوق الأفريقية عن طريق المملكة المغربية. سعادة السفير، تحب أن تضيف شيء آخر؟ أود فقط أن أتمنى للمشاهدين رمضان كريم إن شاء الله بالصحة والعافية وبالخير، وإن شاء الله بيعود عن الوطن العربي والأمة الإسلامية بالخير والبركة والتقدم والازدهار. سعادة السفير عبد العزيز فرحان، شكرا لحضورك معنا اليوم، شرفنا بلقاء حضرتك، وكل عام حضرتك بخير. ومشاهدينا مشاهدي ومتابعي انفجرات وحديث النمسا، كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.